السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شاهدت مباراة الاهلي وغورماهيا الكينية اليوم، لايك وشير وسبسكرايب وتعليق بتم. المباراة مذاعة عبر قنوات ابو ظبي الرياضية صاحبة الحقوق لنقل مباراتي النادي الاهلي وغورماهيا الكيني ذهابا وايابا. الاهلي حامل اللقب يدافع عن لقبه امام غورماهيا الكيني 6:00 بتوقيت القاهرة. المباراة في ملعب غورماهيا الكيني في كينيا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.